السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيزي الطالب، كنا قد انتهينا من إنجاز والجواب على الجزء الأول من الاختبار الثاني، والآن ننتقل إلى الإجابة عن الوضعية الإدماجية، أي الجزء الثاني من الاختبار الثاني. سنقرأ معا الوضعية ونرى ما هو المطلوب منا. إذن لقد طلب إبراهيم عليه السلام دليلا ماديا على عظمة الله فاستجاب الله له، ويطلب موسى فلا يستجاب له، فيقول إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى، الآية 260 من سورة البقرة. ويقول موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك، الأعراف. فيقال لإبراهيم عليه السلام: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. ويقال لموسى: لن تراني، سورة الأعراف. فالذين ينقضون العقل في الإسلام يختارون قصة موسى ليستخدموها، فيقولوا: انظروا إلى العقل كيف لم يسعف صاحبه ولو كان نبيا. والذين يمجدون العقل في الإسلام يقولون: نعم، لقد تجرأ إبراهيم أن يعمل عقله وأن يفسح له المجال التعليم. اكتب مقالا تبين فيه لماذا عمل النبيان معاملتين مختلفتين، قد توجبان بوجود تمييز أو محابات، كيف تفسر ذلك؟ ولماذا في رأيك، مستعينا بما يلي: مدى عناية الإسلام بالعقل، العلاقة بين الجانب الفكري والجانب الإيماني، العقل وسيلة لصيانة الإيمان، علاقة العقل بالاجتهاد والتجديد. إذن عزيزي الطالب، وإلى حصة مقبلة سوف نجيب على هذه الوضعية. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.